السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد اللطيف البنا. من أكتر الرسائل اللي بتجيلي إزاي نأمن حسابنا على الفيسبوك، وإزاي أقدر أعرف لو في حد بيدخل على حساب الفيسبوك بتاعي أو بيخترقه. في حاجة مهمة جدا على الفيسبوك اسمها المصادقة الثنائية. المصادقة الثنائية دي إن أنت بتضيف رقم تليفون عشان لو في حد حاول يدخل حسابك أو حد اخترق حسابك ودخله بالفعل، يرسل لك رسالة إن في تليفون بالمكان الفلاني أو كمبيوتر بالمكان الفلاني دخل لحسابك ويرسل لك مسج عندك على التليفون. المصادقة الثنائية دي مهمة جدا جدا، وهي خطوة تأمين مهمة جدا في حساب الفيسبوك. اللي مش مفعلها يتابع الخطوات معايا عشان يفعلها، وإن شاء الله تكون خطوة مهمة في تأمين حسابك على الفيسبوك. تابعوا معايا الخطوات وركزوا جدا فيها. طيب الخطوات هي كالآتي: أنا ده حسابي على الفيسبوك، شايفين في 3 علامات دولت، هدخل عليهم وبعدين هنزل تحت هلاقي الإعدادات والخصوصية. تمام، ركزوا معايا في الخطوات: الإعدادات والخصوصية. بعد كده هدخل على الإعدادات. بعد ما هدخل على الإعدادات هنزل لتحت وهلاقي الأمان وتسجيل الدخول. الأمان وتسجيل الدخول، تمام، شايفين هلاقي هنا المصادقة الثنائية. شايفين بيقول لي ايه: اذا لاحظنا وجود محاولة لتسجيل الدخول من جهاز او متصفح لا نعرفه، فسنطلب كلمة السر الخاصة بك ورمز التحقق. رمز التحقق ده اللي هو بيرسل لك رمز لما حد بيحاول ان هو يدخل حسابك. تمام، هعمل ايه بقى؟ شايف هو هعمل ان انا اخليه يبعت لي رسالة على التليفون. شايف هنا خلاص هعمل متابعة. بعد كده هو حاطط لي رقم اهوت. تمام، ممكن انا اعمل اضافة رقم هاتف واعمل متابعة. هضيف رقم التليفون بتاعي هنا، ورقم التليفون ده ما يكونش مستخدم على حساب فيسبوك قبل كده. هحط رقم التليفون هنا واعمل تأكيد. بعد ما اضيف رقم التليفون واعمل تأكيد هيرسل لي مسج على رقم التليفون. رقم التليفون ده طبعا لازم يكون شغال ولازم يكون مفعل. تمام، بعد ما هيرسل لي رسالة يبقى انا كده فعلت المصادقة الثنائية. اي حد هيحاول يدخل على تليفوني هيبعت لي مسج. ربنا يحفظ الجميع يا رب، ولازم تعملوا المصادقة الثنائية دي. اي حاجة تانية حابين تستفسروا عنها اكتبولي في التعليقات، ولو انتم شايفين المحتوى اللي انا بقدمه مفيد اتمنى دعمكم على قناة اليوتيوب، والسلام عليكم.